عليه وسلم قال اسمع إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. لا لا مش ممكن مش ممكن يا الله على جمال هذا الدين. والله العظيم الإسلام كله جمال وكل أدب وكل رقة، ومحمد صلى الله عليه وسلم هو من علم الدنيا الخلق ومن علم الدنيا الأدب. لم يأتي للدنيا بالإرهاب ولا بالتطرف ولا بالبذاءة ولا بالفحش ولا بسوء الأقوال ولا بقبيح الأفعال، حاشا وكلا. وكل جاهل على وجه الأرض أيا كان مركزه وأيا كان منصبه هو الذي يتطاول على المصطفى صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يعرف شيئا عنه، لم يقرأ شيئا عن سيرته. لقد أعاد التلفزيون الدنماركي مرة أخرى هذه الصورة البذيئة التي تسيء إلى طهر الطهر وشرف الشرف وكرامة الكرامة ووفاء الوفاء ودرة تاج الجنس البشري كله، لأن هؤلاء جهلاء لا يعلمون شيئا عن إمام رب الأرض والسماء، عن نبي رب الأرض والسماء. لا يعلمون شيئا عمن علم الدنيا الأدب والخلق والوفاء عليه الصلاة والسلام. آه لو درسوا سيرته، آه لو عرفوا أخلاقه ومنهجه. والحقيقة أقول مشكلة هي مشكلتنا نحن، مشكلة الأمة، لأننا إلى الآن لم نشهد لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شهادة خلقية، شهادة سلوكية، شهادة عملية. يعني لو أن رجلا من أهل الكفر أتى إلى مكان عام من المتنزهات على شاطئ النيل الجميل الذي هو آية من آيات الله ونعمة من نعم الله علينا، خلي بالك النيل ده من الجنة، النيل ده نهر من الجنة، نيل والفرات. النبي ليلة الإسراء رأى أربعة أنهار، رأى نهرين ظاهرين ونهرين باطنين، والحديث في الصحيحين رأى نهرين ظاهرين ونهرين باطنين. فسأل النبي جبريل عن النهرين الظاهرين والباطنين، فقال جبريل أما النهران الظاهران فالنيل والفرات في الجنة، في الجنة النيل والفرات أيوة، وأما النهران الباطنان فنهران في الجنة. عاوز أقول لو أن رجلا من غير المسلمين أتى ليمشي على شاطئ النيل فرأى مثل ما نراه نحن، رأى المخلفات والقمامة، جلس رجل مع أسرته في هذا المكان الرائع الجميل ليأكل هنيئا مريئا، أسأل الله أن يجعله عونا لنا ولكم على الطاعة، لكن بعد انتهاء من الطعام ترك المخلفات في مكانه ولم يسمح لأحد آخر بأن يجلس في هذا المكان بما فعله. ليه؟ ليه يا أخوانا؟ ليرى هذا المشهد. مستحيل بعد ذلك تقول له الإسلام حض على النظافة وحض على الجمال لا 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 لا، دعك من هذا، دعك من هذا. القول إن خالف العمل بذر بذور النفاق في القلب. قال جل جلاله يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. كيف أطلب من ولدي أن يكون على خلق مهذب جميل وهو يراني يعني أتلفظ جل كلامي بألفاظ بذيئة، بألفاظ قبيحة، بألفاظ لا تمت إلى الأخلاق الكريمة ولا إلى الصفات النبيلة بأدنى صلة؟ مستحيل يا إخوة، مستحيل. فحش في الأقوال والفحش في الأفعال سبب من أسباب غضب الرب على العبد، سبب من أسباب بغض الله جل وعلا للعبد. وحسن الخلق تدرك به درجة الصائمين، درجة القائمين بالليل لرب العالمين. إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. يا سلام. طب والله تخلي بالك كده، انت عاوز تبقى قريب من النبي صلى الله عليه وسلم؟ أيوة، هذا أمنية. طب ما تشوف الحديث ده، حديث رواه الإمام الترمذي وغيره بسند صحيح من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن من أحبكم إلي، يا رب اجعلنا منهم يا رب، اللهم اجعلنا منهم يا رب، إن من أحبكم إلي، الله أكبر، وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة. مين ده؟ مين ده الحبيب للنبي وقريب من النبي يوم القيامة؟ إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. يا سلام، أحاسنكم أخلاقا. شايف الراجل، راجل مهذب كده مؤدب، ما يطلعش منه، ما يقدرش، وان طلعت يستحي
ويخجل من نفسه وتلاقيه عمال يعتذر وعمال يستغفر ربه سبحانه وتعالى، لأنه لا يحب أن تخرج منه البذاءة، ولا يحب أن يخرج لفظة جارحة ليجرح بها أي أحد. أي أحد، هذا هو الحبيب لرسول الله، القريب من رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. يا سلام، عبد الله بن عمرو بن العاص رضوان الله عليه وعلى أبيه، شوف بيقول إيه كما في الصحيحين. الله، بيقول لم يكن رسول الله فاحشا ولا متفحشا أبدا. مش هو ده الأسوة، القدوة؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ولذلك فيه أحيانا وسائل الإعلام من حيث لا تدري أو من حيث تدري تحدث انفصاما عند كثير من أبنائنا. يجلس ولدي ووالدك ليرى ممثلا من الممثلين في فيلم من الأفلام يتلفظ بألفاظ بشع جدا، يعني قد تسمع طفلا من أطفالك يقول كلمات بذيئة جدا. يا ولد، من أين لك هذا؟ مش ممكن يكون سمع الكلمات دي في البيت. رجل رجل فاضل، والست ست فاضلة طاهرة عفيفة، الولد بيتلفظ بألفاظ خطيرة هو لا يدرك معناها ومغزاها. من أين؟ قل في الفيلم الفلاني. ليه؟ في المسلسل الفلاني. ليه؟ ثم بعد ذلك يأتي هذا الممثل نفسه ليقوم بدور آخر متدين في مسلسل من المسلسلات الدينية. الله، فيوم الولد يسأل، مش هو ده نفس الممثل يا بابا اللي كان بيقول كذا في الفيلم الفلاني؟ أيوة. يحدث عند الولد انفصام في الشخصية، انفصام، ويحدث عنده استواء للرذيلة مع الفضيلة. ما هو ده اللي كان بيقول كذا، هو الآن اللي بيقول كذا، هو اللي بيفعل كذا. لا، ما يليق، هذا ما يليق. فأسوتنا رسول الله. اسمع، يقول عبد الله بن عمرو والحديث الصحيحين، لم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاحشا ولا متفحشا. يعني ايه؟ يعني لا طبعا ولا كسبا. لا طبعا، لم يطبع المصطفى على ذلك، ولم يفعل النبي ذلك من باب التكسب، من باب أنه خلق طرأ عليه، حاشا وكلا. لم يكن رسول الله فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول إن من أقربكم إلي أحاسنكم أخلاقا، وفي لفظ إن من أفضلكم أحاسنكم أخلاقا. لم يكن رسول الله فاحشا ولا متفحشا. أنا عاوز حضرتك تتصور في مواقف حرجة جدا قد يتعرض فيها المصطفى نفسه للحرج، ومع ذلك عاوزك تعيش. بس مش الموضوع ده عاوز حلقة أو حلقتين أو ثلاث حلقات، يعني أو ثلاث حلقات، موضوع جليل. مواقف قد يتعرض فيها النبي للحرج ومع ذلك لا يخرج العيب أبدا، ولا يخرج الفحش أبدا، ولا يفعل الفحش أبدا، عليه الصلاة والسلام. طب نبدأ من بيته، نبدأ من بيته عليه الصلاة والسلام بسرعة كده، بسرعة. سيدة عائشة اتفقت مع سيدة حفصة رضوان الله عليها على النبي عليه الصلاة والسلام. يا الله، ليه دبت الغيرة في قلب عائشة وحفصة؟ النبي بيدخل عند زينب بنت جحش رضوان الله عليها فيطيل المكث عند زينب، فدبت الغيرة في قلب عائشة وحفصة، فاتفقت على رسول الله إذا خرج من عند عائشة أن تقول حفصة له كلمة ترددها عائشة، كلمة شديدة جدا. خرج النبي صلى الله عليه وسلم من عند زينب ودخل على حفصة فابتعدت عنه. إيه خير في إيه؟ قالت إني أجد منك رائحة مغافير. يا يعني إيه؟ يعني أشم منك رائحة ليست طيبة. طب وده ينفع؟ والله ما ينفع أبدا. إني أشم منك رائحة مغافير، يعني أشم منك رائحة ليست طيبة. ده كان عرق النبي أخواننا عليه الصلاة والسلام، كان عرقه أطيب من الطيب، كان عرقه أطيب من الطيب. وأسمع معركة طاحنة في قضية النخامة، نخامة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني وهذا يقول هذا، لا هذا ليس من الذوق وليس من أخلاق النبي وليس وليس. يا جماعة، الحديث في البخاري ومسلم، وينبغي أن نستوعب هذا المعنى، نستوعب الحديث. قضية لا ينبغي أن نحكم العقل في صحيح النقل، لا ينبغي أن نحكم العقل في صحيح النقل. الحديث النبي عصام تنخم، ويقول الحديث وما تنخم محمد صلى الله عليه وآله وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم، أي من أصحابه، فدلك بها وجهه وجلده. إيه يا عم الكلام ده؟ النبي ما ينفعش يعمل كده. الموقف أن الصحابة أرادوا أن يبينوا لعروة بن مسعود الثقفي الذي قال لئن جد الجدة لفر عنك هؤلاء،
أرادوا أن يبينوا له أنهم لن يفرطوا في رسول الله ولن يفروا من حوله ولو فقدوا أرواحهم. ثم يا أخي عرق النبي ليس كعرقي وليس كعرقك، فما ظنك بما يخرج من فمه وبريقه صلى الله عليه وسلم؟ الأمر مختلف يا جماعة، الأمر مختلف. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم له خصوصيات ثابتة بالدليل الصحيح. ثم أنا لا أريد أن أعكر هذا الصف وأقول أنتم ترون الآن في عصر الفضائيات وعصر الإنترنت وعصر الذرة أن الرجل قد يلعق بلسانه أنجس مكان في عشيقته في الحرام، يعني مش عاوزين نعكر صف هذا الكلام الجميل وهذه الحلقة ونحن نتحدث عن رسول الله. فأنا أقول عرق رسول الله أطيب من الطيب، ولو عاوز أدلة عندنا أدلة كثيرة جدا، فيش كلام بدون دليل. عرق المصطفى أطيب من الطيب صلى الله عليه وسلم. أنس رضوان الله عليه والحديث الصحيحي يقول خدمت رسول الله 10 سنين فما قال لي أف قط، وما قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء تركته لما تركته. يقول وما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف رسول الله، ولا شممت مسكا ولا عنبرا أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم. في صحيح مسلم ومسند أحمد من حديث أم سليم نام النبي صلى الله عليه وسلم عندها يوما في وقت القيلولة، بلغتنا في وقت الأيالة يعني بلهجتنا، فعرق رسول الله، فجاءت أم سليم بقارورة بزجاجة وجعلت تسلت فيها عرق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. استيقظ وهي تصنع ذلك قال ما تصنعين يا أم سليم؟ قالت عرقك أطيب طيبنا يا رسول الله، عرقك أطيب طيبنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد يا إخوة يدخل على حفصة تبتعد تقول إني أجد منك رائحة مغافير، ومغافير نبتة كانت بتنبت في أرض الجزيرة رائحتها ليست طيبة. يقول والله ما أكلت شيئا، شوف الجواب الجميل، والله ما أكلت شيئا، والله ما أكلت إلا العسل عند زينب. يخرج يدخل على السيدة عائشة تبتعد تقول له إني أجد منك رائحة مغافير، يقول والله ما أكلت شيئا، والله ما أكلت إلا العسل عند زينب، والله لا أكل العسل بعد اليوم. الله 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 الله، ما شتمش حفصة أبدا، ما سبش عائشة أبدا أبدا. تصور لو أن الزوجة قالت لك ريحتك مش كويسة، ودي حقيقة، قد تكون حقيقة، يعني قد يكون الإنسان راجع من العمل العرق عنده متغير أي صورة من الصور، والزوجة تقول هذا وهذا حق، كيف يكون رد الفعل؟ كيف يكون الجواب؟ لكن شوف النبي عليه الصلاة والسلام، والله ما أكلت شيء، والله ما أكلت إلا العسل عند، والله لا أكل العسل بعد اليوم. معقول يحرم على نفسه ما أحل الله من أجل أن يرضي حفصة ومن أجل أن يرضي عائشة؟ هذا هو خلق المصطفى صلى الله عليه وسلم. لم يكن رسول الله فاحشا ولا متفحشا، يعني موقف قد يسبب الإنسان حرجا، ومع ذلك يرد النبي بهذا الأدب العالي وبهذا الخلق الجميل. سيدة عائشة تزعل من النبي عليه الصلاة شوية، وكان النبي يعني بيوت النبي عليه الصلاة يعني يحدث فيها أيضا مثل هذا، لا حرج على الإطلاق. فبيقول لها طب ترضي يعني من يحكم بيننا؟ أتقبلين أن يحكم بيننا أبو بكر؟ قالت رضيت. فاستدعى النبي أبا بكر رضي الله عنه ليحكم بينه وبين عائشة صلى الله عليه وسلم. فبالنبي بيقول لها إيه، تكلمي أنت أو أتكلم أنا، يعني إيه رأيك، أنت اللي تبدأ تعرض المشكلة ولا عرضها أنا؟ فقالت عائشة تكلم أنت ولا تقل إلا حقا. يا الله، تكلم أنت ولا تقل إلا حق. أهله وقالت زوجها الآن في حضرة أبيها عن زوجها هذه الكلمة، ماذا فعل عليه الصلاة والسلام؟ صدق ما استحملش، قام على عائشة فلطمها على وجهها لطمة أدمتها، يعني نزل الدم. قامت عائشة تختفي وتستخبى خلف النبي تحتمي بظهر رسول الله عليه الصلاة والسلام. طب النبي بقى ما قالش هذه كذا وكذا؟ أنا لا أريد أن أتلفظ بألفاظ نرددها الآن لأن هذا يتناقض مع ما أؤصله الآن. أسأل الله أن يرزقناكم الخلق والأدب. السيدة عائشة قامت تحتمي بظهر رسول الله من أبي بكر، يوم النبي يرد على الصديق رضي الله عنه يقول له ما لهذا دعوناك يا أبا بكر؟ بس كده، ما لهذا دعوناك؟ ما أساء إلى عائشة ولا بكلمة واحدة، ولا بكلمة واحدة. هذا هو المصطفى عليه الصلاة والسلام. والحقيقة المواقف كثيرة جدا، لم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاحشا ولا متفحشا، لم يكن رسول الله فاحشا ولا متفحشا. والله حتى يعني ثبت في صحيح مسلم، في صحيح مسلم قيل له يا رسول الله ادعو الله على المشركين، على المشركين، فقال بأبي وأمي وروحي إني لم أبعث لعانة وإنما بعثت رحمة. آه لو عرف الفاتيكان ولو عرفت